بعد عامين من التوقف استؤنفت الرحلة الليلية عبر كل محطات النقل البري. هنا بأكبر محطة برية في الجزائر محطة خروبة تستعد الحافلات لرحلتها الليلية مع ضرورة مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي لفيروس كورونا. بداية برنامج الرحلات الليلية انطلق ليلة أمس، هو برنامج جديد يهدف إلى عودة كل الرحلات التي استثنيت قبل أو خلال الحجر الصحي. الالتزام بالبروتوكول الصحي قامت سوغرال بإعطاء أمرية لكل المحطات البرية بالتشديد على البروتوكول الصحي أو الإبقاء على كل جوانبه، من ارتداء الكمامة إتاحة الغسول عند مداخل المحطات البرية، مراقبة الحرارة عند دخول المحطات البرية، كلها يعني عناصر ضمن البروتوكول الصحي. كانوا عندنا دو ديبار في النهار في كورونا، مي ما مشيوش في الليل كي تعرف في كورونا، مي دوكا الحمد لله كاع لي ديبار يمشيو لي في الليل لي في النهار. مع إعادة برمجة الرحلات الليلية تسجل العاصمة وحدها أزيد من 300 رحلة ليلية، فيما تسجل باقي المحطات عبر الوطن أزيد من 700 رحلة ليلية مع تأمين المحطات ودون أي زيادة في الأسعار. الأسعار ليس هنالك زيادة في الأسعار، كما تعلمون الأسعار هي شيء متعلق أساسا أو هو قرار وزاري صادر عن وزارة النقل وليس بيد مؤسسة سوغرال، ليس هنالك زيادة في الأسعار على الأقل في الوقت الحالي. كنا نعانوا نحكموا نكرو طوموبيل مليون ونص باش نعاود نجي لهنايا، عاود نهبط مليون ونص، 3 ملايين طلعوا هبطة 3 ملايين صحيح، دوك الحمد لله يا ربي دوكا 80,000 نجي بها و 80,000 نروح بها. خط العاصمة وهران كاين 85,000 خلصوا علينا 85 في الكينو، وفي الطاكسي 130 130,000. عودة نشاط قطاع النقل البري لم يقتصر فقط على الرحلات الليلية، بل سيتم خلال هذا الشهر فتح 4 محطات جديدة على مستوى الجنوب، خطوة من شأنها أن تفك العزلة على المناطق الجنوبية.